تشيلها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خويا صورت معكم هذاك النهار باش جيت عند هاد الشركه باش يعطوني واحد الرزيق ديالي خدام فيه، كنت سالو ليهم راه قالوا لي سير من هنا يومين ورجع غتلقاه مصايب، وحنا اليوم 4 ايام وجينا حتى واحد ما بغى يجاوبنا اخويا، حتى واحد ما بغى يجاوبنا. انا تندق من 12 ونص تقريبا وانا تندق، قالك واحد مشي يتغدى تسنيت ما جاش، تندق حتى واحد ما بغى يجاوبني، تيطلعوا عليا من الشرجم وتيرجع. وشي راه ماشي حق، راه ماشي معقول 5 المرات وانا نجي على 2000 درهم ولا شناهي، راني خسرت تقول الربوع ديالها مركوب. يعطيوني رزقي خليوني نمشي نقلب على خدمه اخرى، الله يرحمني من الوالدين، ولكن شي مسؤولين في المغاربه يتحبوا يتحركوا معانا، الله يحركهم ويكونوا من اهل الفضل. راه اهل الفضل ما يعرفوهمش وما عند الله. يومين ونرجع، انا رجعت اخويا دابا يومين، ما بغاوش يدهو معايا كاع، ما بغاوش كاع يطلعوا عليا، تيطلعوا عليا من الفوق من واحد الشرجم من تما، تنبغي ندير شي واحد بيديه هكا تيرجع فحالو هو تيضرق عليا. وهذاك السيد اللي قال لنا يومين هو كاين، كاين انا شفتو، انا شفتو غوت عليه كاش اخويا خرج عندنا دو معنا، ما بغاش ضرق عليا. هذاك السيد خرج قال لي العساس هذاك راه مدير تبعته دي سعادة المدير، تلفت عندي قلت له الله يرحمه يدير شي فكنا هذا المشكل، قال لي انا ما كنعرفكش ما تهضرش معايا. قلت له تعال واخا ما كتعرفنيش راك عندي اوراقي معاكم، تعال الله يرحمه يديك، قال لي ما تهضرش معايا وزاد وخلاني. وانا غنبقى نتخاصم مع الناس في الشارع اش غنقول لك؟ راه تاني طاع عليا الضي بحال هذاك النهار، راه تاني طاع عليا الضي مع عباد الله، راه عباد الله الناس غيقتلوني، راه غيبدل تخدم مع الواحد وما يعطيكش رزقك. واش هادشي هذا؟ اش هادشي؟ فين غنلينا ارض غنعيشوا فيها؟ اين ارض؟ فين غنمشي؟ فين غنمشي؟ وراه حشومه والله الا حشومه وعيب. انا وليت نحشم دابا نجي لهذا الرزيق، انا كاع انا حشمت بقى واقف قدام هاد الناس كل نهار يشوفوا فيا هنايا. انا اش غنقول لك خويا؟ رانا تقهرت اخويا، الحمد لله الحمد لله. انا قهروني هاد الناس بالمشير والمجيال، اما الدنيا ما تقهرنيش 70 عام ولا 80 عام راه دايزه، راه الخلود كاين عند الله عباد الله، راه الخلود كاين عند الله، الدوام الحياه الدائمه كاين عند الله. وهاد الناس حتى كتشوف اخويا راه هاد الشركه هادي راه ماشي بحال هاد الشركه دول سيكيريتي، انا راه ماشي بحالهم، ماشي بحالهم يعطيو البنادم 2300 درهم ولا 2200 درهم ويضحكوا عليه الشهوره، وملي تجي تخلص فيهم ما تاخذهمش ويسدوا عليك البيبان. وبمن كيتعناو؟ الله كنتعناو بالله كاملين والرسول عليه الصلاه والسلام. المدير قال لي ما كنعرفكش، عيطت عليه انا تبعته من اللور سعاده المدير، تلفت قلت له جي لسعاده المدير الله يحل لنا هذا المشكل، قال لي ما كنعرفكش ما تهضرش معايا ما كنعرفكش. قلت له واخا ما كتعرفنيش راه عندي دوسي ديالي معدكم تما غيجبدوا لك وشوف شنو عندي تما. قال لي لا ما كنعرفكش ما تهضرش معايا، وخرج فيه عينيه. واش غنضارب انا مع الناس؟ انا ماشي جيت تخلقت باش نضارب انا اخويا، راني عييت والله اخويا لا عييت، عياوني هادو حتى حاجه ما تعييني. الفقر ليس بعيب، او لهم الدنيا ولنا الاخره ان شاء الله، لهم الدنيا ولنا الاخره. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.